السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في الكانتين ديال اليوم الغد يوم الخميس. لونشو باغي لونشو رينيو ان بروميير كورس بري كابوس ديبار، تقريبا مع الواحدة إلا 10 دقائق. بروميير بروف بلا هانديكاب ديفيزي ريفيرونس زائد 20.55 ألف أورو، 1614 بارتون كازون كوردا دروا Grand piste, les chevaux nous partons 6-15, 6-15, ou le Mohim 6 hangar, nous partons, le 15 hangar, nous partons. Ma kinish les hangar bzaf, kin ou n'er, klal, kin a hangar ou de mal, ou kin 6, nous partons, tawa hangar, kin 8 hangar, ou kin la chra. الكرون فافوري ديال لاكورس علي باغزا، و كاين الرقم 13 كيغ ويلين جوستيم لاندرس، عاود ريكيلي غيمشي اوتسايدر، و كاين اخر عاود هو السايز اللي هو مال تروازون لاكور 13 اليكسيس بوشان. المهم خوتي البرونوستيك دو جينيكور 6-10 6 نو باردون، غالبا كيلعبو لي بتي نيميرو. والملاحظة اللي كاينة أن سيس نو بارتون ألي باغزا هاد العرش راه هادا هونغر دو تروازون ماديسون أفوني الخيول ديال الديبوا، فيمل الكات فيمل دو مال تروا فيمل خمسة فيمل والويت جو بونس هونغر هونغر. كاينين هنا لي فيهم الغالبين على لي مال ولا لي هونغر، لي فيهم في الاعتقاد ديالي يقدر يكون غير هنايا لي فيهم ما بين الناف والكات والطروا والسانك، ولي هونغر كاين الديس والويت، خاصهم شي حاجه في لي هونغر. لي هونغر الخوت في الاعتقاد ديالي ربما الطريز كيغ ويلن، تريز هو الاوتسايدر ديال لاكورس ديال غدا على ما اظن، لان هدا هونغر عاود ريكيلي عاود جاي من التيران ديال البروفانس، يقدر يفاجئهم جاي من لاكونديسيون، عندو الهونديكاب في الدياب، يقدر يكون هو لا سوربريز ديال اليوم الغد. خاسر في الهونديكاب الاخرى ديالو في الدياب. علاش خديت الخوت انا هاد العود؟ هو ان كنمشي مع الان الان فوغي فرون، الان دار دوزيام والتريز دار تروازيام، على الان الان مشى بثمانية وربعين ماداميت و تريز تروازيام نفس الجوكر، ولكن البوا اختلف، البوا بيناتهم اختلف، الآ ولات عندو 60 كيلو و تريز عندو 55 كيلو. اتنسيون من رقم 13 العشرة ألي باغزا، غادي ناخدو لالين ديالو كاملة، لالين ديالو ألي باغزا هاد العود سيزيام في الكانتي في التوفيل، هو عود جاري في تنظن جاري في فرنسا وجاري في إيرلندا، وغادي ناخدو الكاتيجوري اللي كتمشي معاه كاملة. مشى معاه ماديسون أفوني الرقم 9 والرقم دنيا رقم 13 رقم 14. كما كتشوفوا الخوت لي هونغر ولي مال تيكونوا طاغين على لاكورس، لي في ميلا كانت ماديسون ان افوني ويتيام رقم 14 كان دار نو بلاصي في ميلا، غالبا لي في ميلا كيكون شويه ناقصين، ونحاولوا نكثروا من لي هونغر ومن لي مال، لان لي هونغر ولي مال هما اللي غيجيو فيهم شي ثلاثه ولا ربما، حيت ما كاينينش بزاف، كاين جوج وكاين ثمانية
وكاين 10 وكاين 13 وكاين 16 أليكسيس بوشان نفس لونترينور مع اللاس. على كل حال ما غاديش نطول عليكم الخوت، غادي ناخدو 10 كقاعدة وناخدو القاعدة 13، غنحاولو ناخدو لي هونغر من الاولين ولي مال، وعاد نمشيو عند ناخدو 10 و 13، ناخدو الويت ناخدو الدو، يعني دو ويت ديس تريز، أربعة ديال لي هونغر ولي مال. بالنسبة للي فيميل، لي فيميل افي كريستوف سوميو ناخدو داك تروا، غادي ناخدو 4-5 حيت 4-5 نورمالمو اندري فابر كاليسكا تتبقى بين قوسين رقم 4، رومانوزا زوينة هاد العودة هادي، ستيفان باسكي، و غادي ناخدو ماديسون ابوني فلا سوربريز نافو، خا غيمشي فافوري حيت غالبا داك البوا ديال 56 كيلو نورمالمو ما غيطلعوش بتلاتة، 56.5 يقدر يبان فيهم واحد او لا جوج، هادي هي البرونوستيك ديالي. وتبقى داك رقم 12 دنيا تبقى تا هو من ابرز لي فيميل اللي غتنافس على مقعد في لونشو تاع في 5 برومي. على كل حال الكورسة غادي تكون شوية قريبة وغيطغى عليها ليبتي نيميرو، ليبتي نيميرو بما ان السيس نو بارتون والكنز نو بارتون غتكون محصورة الكورسة. كنتمنى في اللايف ديال المساء نزيدو نقربو الكانتي ديال اليوم الغد، نزيد نديطاي عاود بعاود لانني عاود واحد كيشد ليا تقريبا نصف ساعة نص ساعة في العود تقريبا، وكنبقى نعاود ونعاود ونعاود حتى كنخرج بواحد النتيجة اللي تكون ترضي الجميع. وعلاش لا، كلشي يضرب لاريفي ديال غدا. بالنسبة لاريفي ديال اليوم الخوت كما شفتو لي فافوري وانا ما كنلعبش دوك لي فافوري. 70 درهم غالبا الناس غيكونوا متفقين معايا في الرأي، ما كاين ما احسن من ضربة النم بالرق ما تقشع ما كيشوفهاش بنادم باش منفوخ. هذا هو الهدف ديالنا، ومازال غنزيد ندي طاي لي توكار. المهم حنا جبدنا داك الطريف والويت، مازال غنشوفو لي هونغر. بالنسبة للرقم 6 بيك ريفر هاد العودة دا يكوري تقريبا اولا نفس لونترينور ديال لاس، جاي من 4 ديال لي كورس عندو، جاي من البروفانس مادموزيل طالون مشات ايغال. غادي نزيد ندي طيب ونشوف هاد الخيل اللي ربحوه واش كيمشي وكي بدلو الكاتيجوري ولا لا. غنزيد نقلب هاد السايز ونقلب اللاص، وميعادنا في العشية، ميعادنا في العشية في اللايف. لقاوني هاد العود كيما كتشوفو لاكازاك ديال جون لويس بوشار، فات اتونسيون من هاد الخيول ديال لويس بوشار حيت كتبدلات له لاكازا كيما شفتو الكورسال اللي قبل من هادي كانت عنده بيضة، ولكن ملي ديطايت زدت لقيت لاكازاك ديال جون لويس بوشار. وهاد البروبريتير كاينه بلاصتو في فرنسا كيما كتشوفو. هاد السيد هذا يقدر. غادي نزيد نديطايي الخوت بكل صراحه، نزيد نديطايي وغادي نخرجوا ان شاء الله بنتيجه ترضي الجميع، ترضي الجميع. تحياتي لكم الاخوان، وخليت لكم الراحه ومع السلامه. فيديو قديم ان شاء الله.